هم أهلي وناسي، فنحييهم كاملين على الحضور اليوم. سادة فاطمة، هل لكم جايين ديرونا البوليتيك؟ قال واش هي الشبكة هذه اللي راحين نعملوا عليها؟ واش ما اعتذروني؟ هي شبكة الأساتذة الأفاضل، الأستاذ المدراء، رئيس المجلس الشعبي الولائي المحترم ومن خلاله أيضا كل المنتخبين، الالتفاف في هذه الصفيحة يجي في سياق متميز. هي فرصة أيضا لتمكين وتعليم المواطنين من دورات تكوينية وملتقيات لها 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 عدة نقاط إيجابية، منها دورات تكوينية في الاقتصاد الاجتماعي التضامني اللي هي تمشي مع المقاولاتية الاجتماعية. تأين أيضا انطلاق هذا المسار اليوم بحول الله في هذا الملتقى الجهوي في ولاية ورقلة، ثم ننطلق إلى ولاية سطيف، ثم عنابة، ثم أضرار، وهران، وأخيرا في ولاية تيبازا بحول الله. الشبكة تعمل حول ثلاث مواضيع أساسية. الموضوع الأول يتعلق بالديمقراطية التشاركية، ثم النقطة الثانية تتعلق بتوفير معلومات نحو التمويل لفاعلي المجتمع المدني، ثم في الجانب الثالث يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث نعمل من خلالها على كقوة اقتراح. هو لقاء متخصص لتفعيل دور المجتمع المدني الحقيقي وإيجاد مكانته الحقيقية التي دائما يؤكد عليها رئيس الجمهورية بينه وبين السلطات المحلية كروابط تشاركية وليست تضاد، وهي تشاركية تكاملية لأجل تنمية محلية، وهي ذو الرؤية الحقيقية.